السلام عليكم ورحمة الله. نعود يا شباب، تكلمنا عن الـ distribution والآن نتكلم عن الميتابوليزم. طيب، بعد ما الدواء distributed to the tissues I think this drug should be excreted. الـ excretion ممكن يكون عن طريق الليفر، ممكن يكون عن طريق الكدني كده. طيب، قبل ما يحصل له excretion عشان يبقى الدواء ده is more water soluble لازم يحصل له شنو؟ يحصل له ميتابوليزم. الميتابوليزم بيخلوا الدواء يبقى more water soluble وبعد ذاك يتخارج برا. طيب، هل اي دواء لازم يحصل له ميتابوليزم؟ نو. في درانكس اصلا انت مما تاخده هي بتكون water soluble وبتطلع طوالي without ميتابوليزم. في درانكس بتطلع وهم ليبيد سوليبل لكن بيطلعوا عن طريق الليفر، لانه الليفر عندها البايل، والبايل دي طبعا هي اصلا مصنوعه عشان شنو؟ عشان تمشي الانتستين وتعمل يعني تسهل الامتصاص بتاع اللايبوفيليك سبستنس. فالبايل دي از فيري جود انفايرمنت فور لايبوفيليك دراج تو بي سكريتد ثرو، فممكن يطلعوا بالبايل يعني، تمام؟ لو كانوا الادويه لايبوفيليك، ففي دي خيارات معدوده. فنجي نتكلم عن فكرة الميتابوليزم أو بنسميها البايو ترانسفورميشن أو التغير الحيوي. لو بنتكلم عن الميتابوليزم، والموست أورجانز اللي بيحصل فيه ميتابوليزم هو الليفر. طيب، most of the drug لما نحن ناخدها بتكون lipid soluble، لكن ما شرط. في drugs بيكون water soluble وبيطلعوا زي ما هم water soluble. بيقوم بعد ذاك بيحصل لهم ميتابوليزم. بعد الميتابوليزم بيبقوا ووتر سوليابول وبعد ذاك اكسكريتد. طيب، ده الغرض الاساسي من الميتابوليزم is to make the drug more water soluble. طيب، نجي لجزئية تانية ودي مهمة جدا، انه most of the drug لما نحن ناخدهم بيكونوا active drug. For example الوارفارين اللي هو دواء من ادوية السيولة، this is active. بيقوم بيحصل لهم ميتابوليزم في الليفر. بعد الميتابوليزم بيبقى in active. يعني دي الكومون رول يا شباب، تمام؟ انه most of the drug بيكونوا active وبعد الميتابوليزم بيكونوا in active. هل كل الادويه؟ لا. في ادويه بيكونوا in active او بنقول pro active. وبعد الميتابوليزم بيبقوا شنو؟ بيبقوا اكتيف. يعني في ادويه ما بيحصل لها اكتيفيشن الا بعد الميتابوليزم، تمام؟ واخر حاجه انه في ادويه بتكون اكتيف بعد الميتابوليزم بيكونوا ستيل اكتيف. بيقول لك والله بعد الميتابوليزم بيكونوا اكتيف ميتابولايتس، او بيقول لك اكسكريتد از اكتيف ميتابولايت. يعني ايفن بعد الميتابوليزم هو ستيل اكتيف، لكن ذيس از ذا جنرال رول، وموست اوف ذا دراج ذي فولو ذيس، انهم بيكونوا اكتيف بعد الميتابوليزم بيكونوا ان اكتيف. ده بغض النظر عن ليبيد سوليبل ووتر سوليبل، انا بتكلم عن اكتيفيتي وان اكتيفيتي، تمام؟ فموست اوف ذا دراج بيكونوا اكتيف بعد الميتابوليزم بيكونوا ان اكتيف، او احيانا بيكونوا ان اكتيف بيتحولوا ل اكتيف، او احيانا ايفن بيكونوا يعني اكتيف وستيل بعد الميتابوليزم بيكونوا اكتيف، تمام؟ الكلام ده واضح لحد هنا؟ نجي للبروسيس اوف ميتابوليزم اتسلف، قسمناه لجزئيتين. الجزئية الأولى تخيل دي مكانة، والجزئية الثانية. الجزئية الأولى بنسميها فيس 1 ودي اللي بيمر بها موست اوف ذا دراج. طيب، في فيس 1 بيحصل شنو؟ تعالوا نجيب دواء بالشكل التالي. الدواء ده از ليبيد سوليبل واز اكتيف دراج. حندخله فيس 1 ميتابوليزم. فيس 1 ميتابوليزم ده يوجوال اللي بيحصل في الليفر بمجموعه من الانزيمز مع بعض. تعالوا نرسمهم كده. تخيل دي مكانه، هم جروب، ده واحد ده اثنين، زي الخطوط يعني، خطوط الانتاج، تمام؟ المجموعه دي بنسميها سايتوكروم بي 450، واي واحد من ديل عنده اسم CYP2A1
CYP3A4 CYP لا بلا بلا. فهم مجموعة من الإنزيم، أي واحد عنده specific name وعنده دواء معين مخصص بيجي ماشي بيهم. يعني أنت كل يوم يفترض تجي بالشارع ده، ما عندك شارع تاني تمشي بيهم، الدواء الفلاني بيجي بالشارع ده، تمام؟ الحاجة الثالثة، السيستم ده فيه genetic polymorphism. genetic poly يعني شنو؟ يعني في ناس بتلقى انه الانزيم بتاعهم ده ماشي سريع، وفي ناس الانزيم بتاعهم ماشي بطيء. كيف الكلام ده؟ لو ماشي سريع معناه بيعمل ميتابوليزم سريع للدواء، لو ماشي بطيء معناه الميتابوليزم ما بيحصل سريع، ده معناه بيأثر على انه الدواء ده يكون توكسيك لناس ولناس ما حيكون توكسيك، تمام؟ فده بنسميه فيس 1 ميتابوليزم، بيحصل غالبا في السيتوكروم بي 450. في اذر يعني ماتيريالز بيحصل لها ميتابوليزم بمجموعه ثانيه من الانزيم، زي الكحول مثلا بيحصل لها ميتابوليزم بالكحول دي هيدروجينيز، وفي انزيم اسمه استريز، يعني في اذر، لكن ده الميجر جروب. طيب ما هو نوع التفاعلات اللي بيحصل هنا؟ زمان اخذنا في الكيمياء اكسده واختزال وتأين. فالتايب اوف رياكشن في الفيس 1 ميتابوليزم هما اوكسيديشن، اضافه اكسجين او نزع هيدروجين، ريدكشن، اضافه هيدروجين او نزع اكسجين، او اوكسيديشن ريدكشن اور هيدروليسيس، تأين مع الماء. طب الغرض شنو من فيس 1؟ لو كان عندك الدواء ده يا اما يكون في جوا بولر جروب او ماده هيدروفيليك انت تطلع عليه برا تخليها ظاهره، او تضيف من برا ماده تبقى مور هيدروفيليك، كده الدواء بقى مور هيدروفيليك ومحب للماء وحيتخارج. فديس از ذا مين فانكشن اوف ذا فيس 1 اللي هو بيحصل فيه ايدر اوكسيديشن ريدكشن اور هيدروليسيس. طيب لو كان الدواء بعد ما انتهى من فيس 1 طلع ووتر سوليبل تماما يمشي يتخارج ليه طوالي؟ طيب احيانا بعد فيس 1 الدواء بيكون ستيل ليبيد سوليبل، يعني ما قدرنا نضيف ماده كويس بالشكل الفلاني، او ما قدرنا نعمل ان ماسكينج للبولر جروب، يعني الماده جوا دي يعني ستيل لايبوفيليك ما زبط. في حل تاني قال والله كونه ندخله في تفاعلات تانيه ده موضوع، لكن نقوم الدواء ده نعمل له شنو؟ نغطيه بكيس، والكيس يجب ما تحته. لو كان الكيس ده هيدروفيليك خلاص انت بعد كده الكدني ما حتعاين، لانه جوا في شنو؟ انا بزاير الحاجه اللي برا هيدروفيليك خلاص اتخارج، مبروك. ده اللي بيحصل في فيس 2. ففيس 2 دي عمليه بتاع التلبيس بنسميها كونجيوجيشن. بتقوم انت الكونجيوجيشن ده يو كونجيوجيت، بتضيف ماده بتكون ووتر سوليبل بتشتغل زي الكيس. الماده دي ممكن تكون جلوكورونيك اسيد او تكون اسيتيك اسيد، يعني ديل الميجر كومباوند اللي بنستخدمهم في فيس 2 ميتابوليزم، اللي هو الجلوكورونيك اسيد، والعمليه دي بنقوم بنسميها جلوكورونايديشن. اسيتيك اسيد بنسميها اسيتايليشن، سلفيريك اسيد وهكذا. فدي عمليه بتاع التركيب اكياس، وديفينيتلي الدواء لو خش فيس 2 بعدها بيكون ووتر سوليبل ويتخارج طوالي في الكدني. فالميجر فانكشن يا شباب اوف ذا ميتابوليزم انه نحن نعمل شنو؟ انه نحن تو ميك ذا دراجز ووتر سوليبل، بغض النظر عن الاكتيفيتي والانكتيفيتي، تمام؟ عندنا فيه تو فيسز، فيس 1 اند فيس 2. فيس 1 ده مجموعة من الانزيمز، واي انزيم بيجي فيه دواء معين، يعني وافرين بيجي بيده، هنا ده بيجي بيده، زي الناس اللي يعني عندك سيور انت بتمشي كل يوم بالسير ده، ده بيمشي بالسير ده وهكذا. وزي ما قلنا عندهم اسامي وعندهم جينيتيك بوليمورفيزم وكده. وهنا بيحصل الدراج دراج انتراكشن هتكلم عنه بعد شويه. لو الدواء بعد فيس 1 بقى ريدي ووتر سوليبل بيتخارج، لو ستيل بندخله فيس 2 نلبسه كيس، دي يسميها كونجيوجيشن. يا اما يكون جلوكورونايديشن او اسيتايليشن او يعني بسلفيريك اسيد اور وات ايفر. طيب بالنسبه لحته الجينيتيك بوليمورفيزم، في ناس بيكون الانزيم بتاعتهم دي شغاله سريع شغاله بطيء. واحده من الكومون جينيتيك بوليمورفيزم هي في فيس 2، تمام؟ وبنسميها اللي هي الاضافه بتاعت الاسيتيك او اسيتيك اسيد بنسميها الاسيتايليشن. ديجو مثلا انه في يو كي
50% of the population they are slow acetylator، يعني الانزيم بتاعهم شغال بالراحه. انا بفهم شنو اي دواء بيحصل له ميتابوليزم بيجي خارج بفيس 2 ميتابوليزم، معناه الدواء ده ما حيتخارج سريع، هيكون قاعد في جسمك فتره اطول لانه زول ده سلو اسيتايليتر. الادويه شنو هي؟ مجموعه معينه زي الايسونيازيد ده اهم واحد للتي بي، والهيدرالازين والبروكايناميد ده للانتي اريزميك، الهيدرالازين انتي هايبرتنسيف، وهكذا. اهم شيء الايسونيازيد. فعندك دواء زي ده لو اديته لزول مثلا طلع سلو اسيتايليتر، معناه الدواء ده ما حيحصل له ميتابوليزم سريع فحيتجمع. فانت اف يو سسبكت انه الزول ده الاسيتايليشن بتاعه بسيط، ممكن تعمل له تيستينج، لقيته بسيط تقوم تديه جرعه شنو؟ جرعه اقل من الناس العاديين. ليش؟ لانه الدواء اصلا ما حيتخارج بسهوله، حيكون قاعد في جسمه فتره اطول compared to normal individuals. فاهمين حاجه يا شباب؟ Any question? والله طبعا يعني ممكن ما في الاسيتايليشن يقول they are slow، لكن في البي في فور 50 في ناس بيكون عندهم فاست وفي ناس سلو كده، عشان كده انت احيانا بتلقى انه الريسبونس سم تايمز از ديفرنت. طيب نمشي للجزئية اللي بعدها اللي هي يعني انزايم انهيبيتر وانزايم انديوسر، شغل الدراج دراج انتر اكشن. طبعا التداخلات الدوائية دي ممكن تحصل في عدة مناطق، ممكن في حتة الابزوربشن يتنافسوا في الابزوربشن، ممكن يحصل بيناتهم تنافس او مشاكل في الميتابوليزم اللي هنتكلم عنها. وقبل الميتابوليزم لما يكونوا في السيركوليشن مرتبطين بالالبيومين يقعدوا يتنافسوا في الارتباط، ممكن يتنافسوا في الاكسكريشن في الكدني، اطلع انت اطلع انت. فدي كلها حتت ممكن يحصل فيها دراج دراج انتر اكشن. هتكلم هسه عن حتت الميتابوليزم. طيب تعالوا نبدا بسيناريو طوالي هو الوارفارين. الوارفارين از اكتيف دراج، بيحصل له ميتابوليزم وين؟ في الليفر. بعد الميتابوليزم بيبقى ان اكتيف. طيب وين في الليفر؟ بالسيتوكروم بي 450 بالضبط كده بالسي واي بي 3 اي 4، ما تحفظ نهائي. طيب يتخيل زول بياخد وارفارين وعايش في امان الله، قام يوم تعب وجاو التهاب، قام الدكتور كتب له مضاد حيوي اسمه كلاريثروميسين، اخذناه في الانتيبيوتيك. الكلاريثروميسين ده انزيم انهيبيتر، قام الكلاريثروميسين قفل السي واي بي بي 450 ده، قفل البي 450 فهو بيعمل انهيبيشن للسيستم. هيحصل شنو للعيان ده؟ معناه الوارفارين ما هيحصل له ميتابوليزم، معناه الاكتيف وارفارين هيعيش فتره اطول، معناه العيان ده ممكن يخش في توكسيسيتي اللي هي ممكن تظهر لك از انه العيان يحصل له هيموريج، لان الوارفارين هو انتي كواجولنت. ففي حالة انه الدواء كان اكتيف وبعد الميتابوليزم بيبقى ان اكتيف، لو قمت اديت انزيم انهيبيتر كده انت حتزيد شنو؟ حتخلي الدواء في الحالة بتاعته دي اللي هو از
active drug for a long time and this might increase the toxicity of the drug. فعشان كده الانزيم انهيبيتر بيأثروا في اداء الدواء لو كان الدواء بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450. واضح يا شباب؟ طيب السيناريو الثاني، زول بياخد في وارفارين، قمنا اديناه دواء اسمه ريفامبيسين. الريفامبيسين بتاع التي بي از انزيم انديوسر. انزيم انديوسر معناه بيسرع شغل الانزيم. فلما تدي كان بياخد وارفارين قمت اديت انزيم انديوسر حيسرع المكنه، هيخلي لك وقت وجيز جدا. موست اوف ذا وارفارين اللي كان اكتف كله بقى ان اكتف. معناه دائما الانزيم انديوسر بيخلوا الدواء يكون موست ان اكتف ستيت، بيكون ما شغال لانه كله حصل له ميتابوليزم. في حاله زي دي معناه العيان بيجيك بفيتشرز اوف سب دوز، يعني تاني العيان بدل ما يحصل له هيموريز زي قبل، هنا العيان حيحصل له تاني ثرومبوزز. ليه حصل ثرومبوزز؟ لانه بقى الوارفارين ما شغال. ليه الوارفارين ما شغال؟ لانه انت اديت دواء سرع شغل الانزيمز، فقمنا سميناه انزيم انديوسر. عشان كده دائما الزول بياخد دواء بيحصل له ميتابوليزم بالسيتوكروم بي 450 لازم تكون عارف تداخلاته الدوائيه. نحن غايته قاعد تحصل، اتذكر مره عيانه كان بتاخد وارفارين واموره ماشيه كويس يعني. جينا يوم في المستشفى قبل ما نطلعها بيوم يومين لقينا لك الاي ان ار ده شايد شديد، اللي هو ده بنعمل له مونيتورنج للوارفارين. معناه الوارفارين ده كميته كبيره. الحاصل شنو؟ العيانة بعد ما حست بالعافية مشي السوق المركزي جابوا لها جريب فرويت، يعني كميات محترمة. ضربت الجريب فرويت. الجريب فرويت از انزيم انهيبيتر، انتو تداخل دوائي معروف، فبيمنع الميتابوليزم بتاع الوارفارين فبقوم بيزيد لك الوارفارين. تمام؟ فعشان كده اي زول بياخد وارفارين بيقول له ما تاخد جريب فرويت ولا الخضار يعني الورقية، برضو كلها بتأثر في الميتابوليزم اوف وارفارين. فلو كان الدواء اكتيف بعد الميتابوليزم بيبقى ان اكتيف، لو اديت انزيم انهيبيتر بتزيد الافكت، انديوسر بتقلل الافكت. نمشي لدواء ثاني لما ناخده بيكون ان اكتيف وبعد الميتابوليزم بيبقى اكتيف، اللي هو زي شنو؟ زي الكلوبيدوجريل. الكلوبيدوجريل ده عباره عن دواء انتي بليتليت، تمام؟ يعني بيمنع التصاق الصفائح الدموية مع بعض، فبيمنع الكلوت يعني بندير ناس الكارديوفاسكولار ديزيز. بيكون ان اكتيف في الليفر بيحصل له ميتابوليزم وبعد الميتابوليزم بيبقى اكتيف. طيب لو زول عنده كلوبيدوجريل وقمت انت اديته انزيم انديوسر، في حالة زي دي لو كان الدواء اصلا ان اكتيف، لما تدي دواء زي الكلوبيدوجريل معناه موست اوف ذا كلوبيدوجريل لما تدي انزيم انديوسر كله حيتحول لاكتيف دراج. كده انت الكلوبيدوجريل لما تدي معاه انزيم انديوسر كده حتزيد الاكشن اوف ذا كلوبيدوجريل، وممكن تزيد التوكسيسيتي والعيان يحصل له هيموريج. يعني هنا عكس الانزيم انديوسر، لو كان الدواء ان اكتيف لا بيحولوه اكتيف، ولو اديت انزيم انهيبيتر زي مثلا الاوميبرازول، في تداخل معروف بين الاوميبرازول والكلوبيدوجريل انزيم انهيبيتر، هيعمل شنو؟ هيمنع الميتابوليزم بتاع الكلوبيدوجريل، لكن هنا هيخلي الكلوبيدوجريل في الان اكتيف ستيت ما زي الوارفارين كان في الاكتيف. كده معناه الكلوبيدوجريل ما حيشتغل تماما. ليش؟ لانه ما حصل له ميتابوليزم، هو كان ما بيبقى اكتيف الا بعد الميتابوليزم، فكده ما حصل له اكتيفيشن بقى ان اكتيف. كده معناه قللنا الافيكاسي والعيان يجيك تاني بميوكارديال انفكشن لانه الدواء ما شغال. ما شغال ليش؟ لانه انت قافل الميتابوليزم، وهو ما بيبقى اكتيف الا بعد ما يحصل له ميتابوليزم. تمام يا شباب؟ So this is about the metabolism and the drug interaction related to the metabolism. Any question؟ كده انتهينا من الميتابوليزم.
في سؤال يا شباب، هاي عنده اخوان، التفاصيل دي تاخدوها لقدام، انا داير الكونسبت العام بس، لكن الدواء وده بيحصل انتر اكشن مع ياتو كده كله بتاخدوه لقدام. في الميديسين اي حاجه عندها حلول، ده كمان لقدام شديد ستيب 2 يعني. يعني ما الا تديك لو بتجري في بدايل يعني. اوكي، لو بقى في اي سؤال يو ار ويلكم ان ذا تليجرام. شكله في ناس تو ليت. ان شاء الله بكره نواصل، بكره الساعه 6 مساء. كل الامنيات بالتوفيق، نقرا اول باول يا شباب، تابعوا المحاضرات، والسلام عليكم ورحمه الله. محاضراتي دي بالمناسبه كفرنج كابلان وليبنكوت وكله يعني. ايوه، فالموضوع انه انهيبيتر وانديوسر it depend on the drug itself، لانه في ادويه اكتف وفي ادويه ان اكتف اصلا، او بنسميها برو دراج ايفن. تمام، يلا بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.